الدكتور اليوم نتحدث عن التفكير التآمري، خلينا بداية نحدد هذا المفهوم ونتعرف عليه أكثر. خليني أقول حاجة على حاجة، طبعا هو يمكن أول مرة تذكر موضوع التفكير التآمري كان في صحيفة أمريكية International American History Review سنة 1909، ومن وقتها بدأت هذه النظرية تنتشر وتعمل عليها أبحاث كتيرة جدا. ويمكن هي التفكير التآمري قائم على أو نظرية التآمر، أن الناس أصحابه بيربطوا بين ثلاث حاجات. بيقول أول حاجة ما فيش حاجة بتحصل صدفة، ما عندهمش إيمان بالصدفة، كل حاجة بتحصل لسبب أو حد وراها. بيربطوا الأحداث بعضها ببعض حتى لو ما فيش ترابط حقيقي بينها، ودائما ما بينظرش للحاجة زي ما هي. يعني لما بيلاقي مراد لابس كرافتة سودة منقطة يقول دكتور مراد لابسها لسبب، هو ليه؟ ويربط بينها وبين زي حضرتك، ويربط بينها وبين ان النهارده يوم السبت وهكذا. ويمكن المهم قوي ان احنا نعرف ان نظريه المؤامره ليس هي ظاهره عالميه موجوده في كل المجتمعات، يعني ما نقدرش نقول ان هي مكتوبه في مجتمع دون الاخر. صحيح بتزيد وتنقص تبعا لامور معينه، ولكنها موجوده عند الجميع. يعني حتى بنلاقي في مجتمعات زي المجتمع الامريكي، وهو مجتمع المفترض متعلم، تجد ان 20% من المجتمع الامريكي مقتنعين ان اللقاحات اللي بياخدها الاطفال اثناء طفولتهم هي السبب اللي بتجيب لهم مرض التوحد. 7% من الامريكان مقتنعين ان محدش نزل على القمر وان دي كانت تمثيليه اتعملت على في احد الاستوديوهات. وحتى لقاح الجدري يا دكتور، لقاح الجدري في نهايات القرن 18 كان واجه نفس الاشكاليه، اشكاليه التآمر، او اتهم بانها مؤامره ضد البشريه، لكن تمكنت البشريه من استخدام هذه التطعيمات فيما بعد. لكن دكتور، ما الذي يدفع العقل البشري لاعتماد هذه الافكار التآمريه؟ خليني أقولك، طبعا الأساس سبب نفسي هو حاجتنا إلى الاطمئنان، حاجتنا إلى الشعور بالأمان. كل واحد فينا في حاجة إلى الشعور إلى الاطمئنان والإيمان، في حاجة إلى الاطمئنان أن أنا نعرف الحقيقة. فلو يكون عندي أمور مبهمة وما عنديش المعلومة كاملة، أبدأ أوجد تفسيرات من وجهة نظري حتى أطمئن. الواحد في حاجة إلى الاطمئنان أنه يشعر أنه يسيطر على الأحداث، فعندما أشعر أن أنا ما يحدث ده، لا أنا عارف سببه إيه، وعارف أن ده مشكلة، دي مجموعة بتتآمر، ده بيل جيتس عايز يعمل كذا، ده مش عارف الحكومة الأمريكية عايزة تعمل كذا. وبرضو في حاجة إلى اطمئنان إلى النجاح وأن أنا مش فاشل، فبالتالي ببقى حاجة إلى أنا أبرر لو أنا لم أحقق نجاح، سواء على مستوى شخصي، طالب لم يحقق نجاح في دراسته، فبيبقى مستريح قدام نفسه ان هو يبرر لنفسه ان انا عدم نجاحي ان في مؤامره من الاساتذه. موظف رفض من وظيفته، بدل ما يراجع طريقه ادائه، اسهل حاجه ان هو يريح نفسه ان هي مؤامره من الاداره علشان انا كنت جايب فكره جديده وان هم متفقين مع بعض. طيب حتى دكتور، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي.